اولا اليوم البرلمان المغربي مجتمع يعني بالنواب ديالو المستشارين ديالو من اجل مناقشه هذا القرار اللي صوت عليه البرلمان الاوروبي واللي فيه ادانه المغرب واللي كيحث فيه المغرب على احترام حقوق يعني الانسان وعلى احترام حريه الصحافه والاعلام بالخصوص، وفيه واحد النوع من النبره اللي فيها اعطاء اوامر للمغرب والمغرب كدوله مستقله بقرارها. اولا لا يمكن الا ان ترفض مثل هذه القرارات التي من ناحيه يعني هي غير مقبوله من قبل الاتحاد الاوروبي الذي كان سبق وان اعطى الوضع المتميز للمغرب في العلاقات المغربية الأوروبية، واللي اليوم من حقنا أننا نستسروا على يعني الحيتيات ديال هذا القرار وفي هذا الوقت بالذات. أولا على الأقل ثلاثة ديال الأمور، أنه اليوم الاتحاد الأوروبي كيعرف واحد الأزمة خصوصا بعد الجائحة ديال كورونا والحرب الأوكرانية الروسية اللي عطات واحد الأزمة طاقية كبيرة وكساد اقتصادي وأوضاع متأزمة جدا جدا. ثانيا تراجع ديال الدور ديال الدول ديال الاتحاد الأوروبي داخل إفريقيا. إفريقيا لليوم هي الحلبة اللي كدار فيها المعارك الجيوستراتيجية الكبرى ما بين العملاقين من جهة الولايات المتحدة الأمريكية ومن جهة ثانية روسيا والصين، والاتحاد الأوروبي ما بقاتش عنده داك المكانة اللي كانت عند الدول ديالو، واللي اليوم تيشوف بأن المغرب قطع أشواط داخل إفريقيا. المغرب متواجد على عدة مستويات، لا في الأبناك ولا في يعني التأمين ولا في واحد العدد ديال الشركات، والمغرب اليوم ما بقاش كيقبل أنه نتعاملوا معاه غير كمحطة لانطلاق مصالح الآخر تجاه إفريقيا، ولكن كشريك حقيقي في هذه العملية هذه من بعد الدول اللي وقع لنا هذا التضييق وخصوصا المستعمر القديم اللي هو فرنسا. المسألة الثالثة هي انفجار هذه القضية ديال قطر جيت. قطر جيت واللي على إثرها كان الاعتقال ديال نائبة البرلمان الأوروبي وكذلك بعض البرلمانيين، واللي كيقولوا هذا الشيء مازال كيتحتاج للتأكيد أن هناك تورط ديال المغرب وأن المغرب متورط من أجل الدفاع على بعض القضايا بحال الصحراء ولا الصيد البحري باش يشمل يعني الأقاليم الصحراوية ولا المسألة ديال الهجرة إلى ما غيرها. وتنظن بأنه التداعيات خطيرة وخطيرة جدا على الاتحاد الأوروبي من هذه المسألة ديال هذه الفضيحة ديال الرشوة اللي مورطين فيها نواب من الاتحاد الأوروبي. وتنظن أن اختيار هذا التوقيت هو من أجل التفريج على الضغط اللي هو ممارس على الاتحاد الأوروبي، وأنه بغى يوضع المغرب في العين ديال العاصفة باش يمكن أنه يربح الوقت بيد ما يلقى مخرج من هذه الأزمة. ولكن في نفس الوقت حنا كمغاربة مسؤولين، ما تنتسناوش واحد يعطينا الدروس، ولكن حنا مسؤولين على أوضاعنا الداخلية. حنا كحزب اشتراكي موحد تقدمنا بمقترح مشروع قانون من أجل العفو العام. حنا محتاجين اليوم إلى انفراج باش نعيدوا الثقة وباش نجمعوا اللحمة الوطنية باش نخدموا بلادنا ونمشيو بها للتقدم. اليوم حنا في حاجة إلى الإفراج على المعتقلين ديال الريف وإلى رفع التضييق على الصحافة المغربية والرأي وحرية التعبير. هذا الشيء كله خصو يتدار، ما نتسناوش شي واحد يعطينا الدروس ولا شي واحد يجي يزيرنا الصمتة ولا يقول لنا اش خصكم ديروا. المغرب اللي بغى يتقدم خصو هو يتحمل مسؤوليته. المغرب اللي دار تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة خصو يطبق اليوم التوصيات ديال هيئة يعني الإنصاف والمصالحة كي لا يتكرر ما جرى، وباش كل جهات المغرب تنعم بالإمكانية ديال التنمية، باش كل الشباب المغربي تكون أمامه نفس الحظوظ باش يتكون باش يدوز المباراة باش ينجح باش يخدم بلاده. حنا محتاجين لهذا الشيء باش نحيدوا هذه الشوكة من رجل المغرب، باش ما يبقى حتى شي واحد يتجرأ علينا ولا يورينا اش خصنا نديروا في مجال حقوق الإنسان ولا في مجال حرية الصحافة ولا كيفاش خصنا ننميو بلادنا ولا كيفاش خصنا حنا حتى حنا يكون عندنا طموح باش نفتحوا على العالم بشكل مغاير، ما نبقاوش دوله تابعه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.